جاي لك النهارده واحد قلب اخوك بخطف قلوب كده، بس اهم حاجه فاهم قبل ما اخطف قلبك كده اعمل لايك، اثبت حضورك باللايك الجميل. ولو انت لسه جديد واول مره تشوف نعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان تعمل اشعارات، لان النهارده يا جدعان ضرب نار بقى ورحلتنا لل 170 الف مشترك، لان خلاص ما فضلش حاجه يا جدعان ونوصل ل 200 الف مشترك. مبوي اللي انا بحبه لان انت مبوي وتستاهل الحب ده حبيب قلب اخوك. ويلا بينا يا جدعان جايين النهارضه. انا في كلمه امبارح ضايقتنا يا جدعان، واحد قال لابو عادل اوعى تفوت الظاهره، فالنهارده بما اننا احنا مش عايزين نفوت الظاهره فانت هتشوف دلوقتي. بص حبيب قلب اخوك معانا باكا 107 نستلمها الاول كده معانا، وفي انت شايف الرقم ده 15000، خمن انت ممكن يكون 15000. يلا بينا يا جدعان ان شاء الله لاعب بلس 107. مين هاتولي كده؟ اوبا ده ايكون شكله مالديني ده ولا ايه؟ ولا مين ده؟ مين هو طيب؟ ايه ده ثانية؟ ايه ده ثانية يا شباب؟ شباب هو مش المفروض ايكون؟ بالله عليكم اللاعب ده موجود. ماشي بداية والله افتكرت مالديني من العالم فاهم والدخلة بعد كده ضحكوا عليا والله العظيم. 34000 قول 35000 فيفا بوينت حبيب قلب اخوك. طبعا البتاع معلق ما احنا خلصنا الباكات فاهم. نشوفوا الاول يا جدعان ديلبيرو ده بيتباع ولا مش بيتباع؟ هو فين ديلبيرو؟ تعالى يا ديلبيرو روح مع الرجاله الحلوه. يا خرابي يا خرابي ديلبيرو. ماشي المهم يا جدعان المهم نعمل استرداد الملايين. هنعمل استرداد يا جدعان 400 مليون رسميا، بقى معانا 500 مليون كوينز يا جدعان، نص مليار. احنا دلوقتي انا جاي اقفلهم مليار كامل. هتقولي ازاي تقفلهم مليار كامل يا ابو عادل؟ ما بص يعني زي هنخلي اكونتنا يا جدعان زي الاكونت اللي فات، وحاليا تشكيلتي عامله مليار و100 مليون بسبب اقول مليار و200 مليون بسبب التشكيله تمام. ان شاء الله يا جدعان نقفلهم يعني نقفلهم مليار، نقفله مليار يا حبيب قلب اخوك. ويلا بينا. انا رحت فين؟ انا كنت المفروض اروح فين؟ كنت المفروض اجي هنا. انت صح. المهم يا جدعان النهارده ال 34000 هيخلصوا رسميا على الباكات دي، لان احنا عايزين رونالدو. اول حاجه بحظ اللايكات، اول باك يا جدعان بحظ اللايكات ان شاء الله برازيلي واسمر ورقصه صامبا كده. يلا حظ اللايكات حظ اللايكات. فرنسا جي كي ماكينان ده ولا مين؟ هو 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 يا اسطى. انت معايا مرتين خلاص خلاص يا اسطى خلاص، مش محتاج حراس والله مش محتاج حراس. تاني باك يا جدعان بحظ الكومنتات خلصانه. نشوف اللايكات كده 106، هل الكومنتات هتبقى لاعب اسطوري بقى؟ يعني هنشوف هنشوف. شوف يا جدعان انجلترا ال دبليو مانشستر سيتي، تعالى تعالى يا فودن تعالى بيتباع، تعالى يا فودن بيع منه نسختي. الحمد لله انه بيتباع يعني بعمل الحمد لله يا الحمد لله. تاني باك يا جدعان طبعا الاثنين زي بعض، اللايكات والكومنتات زي بعض، نايس. هي حاجه واحده بس يا جدعان وهي الاشتراكات، بحظ الاشتراكات يا جدعان بحظ الاشتراكات. يلا هي اللي فيها الامل هي اللي فيها الامل. برتغال برناندو سيلفا هو 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 بشكله بغباء وبابا غنوجو والله. تعال كنا محتاجين واحد مكان ميسي، كويس انه جه كويس والعامل 24 مليون، كويس انه جه. كنا محتاجين واحد مكان ميسي عشان نبيع ميسي تمام. ميسي يا جدعان بيشحر في الملعب والله يا اسطى بياكل يعني فاهم. ماشي المهم يا جدعان دلوقتي دلوقتي اللي انا شايفه بصراحه حظ اللايكات حظ الاشتراكات اجمل. طب تعالوا نجرب كده كده حظ الناس الجميله اللي لسه اول مره تشوفنا وكده فاهم، واهم حاجه اللايك. يلا بينا حظ مين احلى بقى في الاربعه؟ حظ مين؟ اها 107 يا جدعان. اسبانيا تشابي؟ لا مش تشابي. مين؟ كارلس بيول. خلصان حلو حلو قوي بيتباع. تعالوا كده يا جدعان اما نخش بس فاهم نأمن على الملايين بتاعتنا الاول. نأمن الاول يا حبيبي قلب اخويا، انت بتقول لي بس كده نأمن الاول فاهم، اهم حاجه تأمينايه ب 18 يا بيع. ايوه برناندو سيلفا بيتباع، يا رب يكون بيتباع. مش بيتباع خلصان خلصان. فودن يا جدعان انا بايع منه نسختين، ما تقولش مش بيتباع. ماشي
تمام انا مش زعلان. تعالى 16 مليون بقى معانا 530 مليون يا جدعان، 530 مليون ولسه معانا 24000 ان شاء الله. يعني انا حاسس انها جايه، حاسس ان الامل جاي يا جدعان ان شاء الله. دي بحظ انا بقى، دي بحظ ابو عادل بقى، وان شاء الله رونالدو ان شاء الله. الظاهره يا جدعان، يا ظاهره اطلع لنا يا ظاهره، تعالى يا ظاهره. ايوه فرنسا، بلاش فرنسا بقى يا جدعان بقى، سي دي ام ارسنال مين يا جدعان؟ اه فييرا، الو كتروا من فرنسا، كتروا منها كذا. يا خرابي يا خرابي يا خرابي، كسبت هلا جدعان. مئة وخمسين مليون يا جدعان، 150 مليون. روح يا فيرا، روح روح يا حبيب قلب اخوك، روح الى الاسواق، روح الى الاسواق. والله بدعي لك من كل قلبي، من كل قلبي بدعي لك يا فيرا، من كل قلبي. لا تقلق نحن معك، يعني فاهم، لا ما تشيلش هم. انا رحت فين؟ يلا يا جدعان نرجع تاني ان شاء الله. البرازيلي بقى، انا كنت طمعان في البرازيلي مثلا، او الواد جرينش فاهمين، يعني 100 مليون يعني تبيشين حتى. يلا يا جدعان شفتوا حظي بيعمل ايه؟ تعالوا بحظي تاني يا اخي. انا قلبي يا جدعان، قلبي يا جدعان. يلا بقى كمان، لا بلا يا خرابي بقى. فرنسا زيدان ده ولا زيدان؟ تعال زيدان، زيدان زيدان، تعال 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 يا زيزو، تعال يا زيزو، تعال يا زيزو. يا خرابي يا جدعان، هنروح نبيع زيزو يا جدعان، نجمع ملايين برضو فاهم، يعني ملايين برضو، الملايين بتاعتنا يا جدعان. 18900 يلا يا حبيب قلب اخوك، روح روح دلوقتي معايا. يعني هنستلم كام؟ انا هبيعه يا جدعان، هسيبه ب 145 تمام، سيبه ب 145. ولا تفتكروا ممكن يغلى يا جدعان؟ هل فيرا ممكن يغلى؟ تعالوا نشوف كده السي دي امات المركز، سي دي ام يعني بيتت موجود برضه يا جدعان فاهمين، ويمكن ويمكن زيه. لا ثانية، ده فييرا أقوى يا جدعان، والسرعة بتاعته أقوى يا جدعان. طب الواد ريكارد ده، ريكارد ده لا، ده كده فييرا ممكن يغلى يا شباب. الغي فييرا يا حبيب قلب أخوك، سيبه لما يغلى كده يطلع لل 200 مليون نقوم بايعين. دلوقتي أنا ضامن معايا 600 مليون و200، يعني 800 ناقص لي 200 يا جدعان، ونقفلهم ان شاء الله مليار، ان شاء الله هنقفله مليار يا جدعان ان شاء الله. يلا يا جدعان نخش على التوتي قسيمة لا اختيار، انا بنسى والله دايما. يلا بحظ طنط ندى يا جدعان، خلصانه لك روح، اللايك الجميل ولك روح ان شاء الله. لاعب حلو بقى، برازيل بقى، نفسي اشوف برازيل مره. برازيل برازيل استي جيكي بتاع، انا نسيته. تعالى يا عم اليسون، تعالى ب 30 مليون، تعالى يا اليسون. يا خرابي انا من بعد من بعد فييرا يا جدعان، انا المعلومات عندي طارت اقسم بالله، مع ان كسب مرتين، كسب اليسون مرتين، معلوماتي طارت. يا خرابي ايه الحظ ده، نروح نبيعه ونرجع لكم. سوري بس يا جدعان، سوري بس يا جدعان فاهم، معلش انا جيت الحقيقة، انا محتاج ملايين يا شباب. الو على الميزانية للصفر بصراحة يعني. اه ده كده هيغلى، ده هو كده هيغلى يا شباب كده. اليسون بيتكلم له في انت الساعة كام؟ ساعة كمان كمان ساعة الا ربع يا جدعان وهيغلى. خلصنا نخش نكم كده، احنا ضامنين 600 مليون و200 من فييرا يعني. ماشي يلا يا جدعان نكمل ان شاء الله. دي بحظ الناس، بحظ ال 200,000 مشترك يا جدعان اللي احنا ان شاء الله نوصل لها. يلا لك روح، برازيل استي بقى، استي والنبي بقى،
سي دي ام كاسيميرو حلو، تعالى كاسيميرو ده ورا بعض يا جدعان، فييرا واليسون وكاسيميرو. الو الو، انا رحله البحث يا جدعان عن الظاهره، انا ببحث عن الظاهره مش الرجاله التانيه يا شباب. يعني طلع لي فييرا وطلع لي مين؟ طلع لي هنري وزمبروتا كسبانه قبل كده واستشكوف يعني وروني. يعني يا جدعان يعني كفايه مثلا يعني معايا كام نقطه؟ 400 ماشي حلوين. نفتح لنا كمان باك يا جدعان، نفتح لنا كمان باك بحظ الاقرع البرازيلي. روح يا برازيلي، روح يا برازيلي. برتغالي برناندو برضو ماشي خلصان. برناندو خلصان 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 يا حبيب قلب اخوك. يلا يا جدعان اخر باكة ولا هيبقى معانا هنقل؟ يا عم مش مهم، يلا يا جدعان لك روح عشان نقفلهم 10 باكات بالظبط يا جدعان، عشان نقفلهم 10 باكات بالظبط. ويلا بينا فرنسا البي سيو تعالى. ثانية بس كده سيو، ايوه سيو تعالى، سيو تعالى سيو تعال. انا بصراحة رجلي بتتشد يا جدعان، ويلا نروح، انا رجلي بتتشد يا جدعان. كمان بكا يلا يا جدعان، كمان بكا يلا، ان شاء الله ما حد حوش، والله ان شاء الله ما حد حوش. استنى بس كده، مين ده؟ مين ده؟ شك شيك شك شك شيك شك شك تعال يا حبيبي نعيش والهو شيك شك. ماشي خلصان، خش يا جدعان خش على اللي بعدها. ان شاء الله برازيلي، ان شاء الله برازيلي، برازيلي كمان بقى يلا بقى برازيلي بقى، برازيلي بقى. برتغالي برضو برضو، لا ده ال دبليو رافائيل ماشي خلصان، والله العظيم خلصان. اخر باكة يا جدعان، اخر باكة بحظي، وان شاء الله الظاهرة او ياشين او دروجبا بحظي. ولك روح برازيل استي والنبي استي. يا خراب يا اليسون، يا خراب يا اليسون، يا خراب يا اليسون عليك والله. ماشي يا اليسون، ماشي يا حاج اليسون، خلصانه يا حاج اليسون، تمام يا حاج اليسون والله تمام خلصان تمام. بصوا يا جدعان فين بكا؟ هل نفتح هنا يا جدعان؟ نفتح هنا ولا نكملهم 2500 ونفتح فتحه هناك برضو؟ انتوا شايفين ايه؟ انا بقول بصراحه فاهمين؟ ايه ده نفتح هنا ليه؟ ما في اصلا واحده ب 1000 هنا، صباح الفل. كان كنت هتخدع والله، كنت هتخدع يا جدعان. يلا والله يا جدعان ان شاء الله لعب حلو بقى، ان شاء الله لعب حلو، ان شاء الله لعب حلو. هو برتغالي برضو؟ لا فيليكس بقى، يا فيليكس يا فيليكس يا فيليكس استاذ فيليكس، ما ينفعش كده يا استاذ فيليكس، ما ينفعش فعش كده. يلا يا جدعان نروح نجمع الملايين بتاعتنا، نروح نجمع الملايين. اعتقد بقى معايا 700 مليون كده اعتقد، لان معايا اليسون مرتين بيتباع، والواد كاسيميرو برضه بيتباع يا جدعان. شوف قلت انا بيتباع، شفت؟ اهم حاجه خليك واثق، اهم حاجه الثقه بس، الثقه. يعني كاسيميرو واثنين اليسون دول 100 مليون لوحدهم. بصوا يا جدعان نسخ بيرا، نسخ بيرا حرفيا اتشفطت من السوق، اتشفطت من السوق والله العظيم. ايه ده؟ النسخ راحت فين يا جدعان؟ هيغلى. سيف فييرا دلوقتي، ولاد هرنانديز برضه على الله يا جدعان، نبيع هرنانديز برضه. يلا ب 23.5، وتعالوا على الواد تشيك برضه يا جدعان. يلا بروح مع اخواتك. مين تاني؟ لا ده رافائيل يا جدعان بيتباع. ويا لا لا هيغلى رافائيل، هيغلى سرعه الرد 144، كود تسديد 150. يبقى انت يا اسطى انت كده، فانت كده انت رايح في حته ثانيه كده يا رافائيل، هيغلى. يعني دلوقتي يا جدعان انا معايا من اليسون ورافائيل 100 مليون، الثلاثه دول 100 مليون، يعني 650 670 في ده. يعني قول بقى معايا 600 700 يعني. الو
اللي بيحصل يا جدعان في الحظ يا جدعان؟ يلا يا جدعان نخش لنا على كريستيانو. يلا ب 45 تسع باكات. يلا يا جدعان ب 45 يلا. ان شاء الله يطلع اللاعب حلو. ان شاء الله كريستيانو يطلع ان شاء الله. برتغالي 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 استي البي يا خراب بروس. تعالى يا عم تعالى يا عم تعالى. فين كريستيانو؟ مخبيين كريستيانو في ايه؟ كريستيانو ما طلعش معاه يا عم. خلصان انت شايفه غلط يعمله يا عم. انت شايفه غلط يعمله. وان شاء الله يا جدعان انا مش هسكت. انا مش لو انت فاكر ان ابو عادل هيسكت، ابو عادل مش هيسكت. ليه بقى؟ لان هنا يا جدعان معانا 700 يعني ممكن يطلع لنا لاعب من هنا برضه فاهم يعني. 700 كام فتحه يا جدعان؟ 700 يعني 18 فتحه ان شاء الله فاهم. ثانيه 700 و700 1400 ايه ده يعني؟ انا فاضل لي 200 فاضل لي 200 يا جدعان يعني الو. حلو قوي كده الكلام على موت يا حبيب قلب اخوك. خلصنا. لو الفيديو ده وصل ل 10000 لايك هنختمها يا جدعان ونختم اللاعب ال 110 وان شاء الله الظاهره يطلع لنا يا جدعان. ومش هقول لك مع السلامه، انت كده كده شفتني في فيديوهات كتير ان شاء الله. وبيس اوت.